فايزي. تستمر مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم منافسات أرضية ميدان التحدي في صباح هذا اليوم، وانطلق قبل قليل هذا الشوط الحادي عشر. هذا الشوط خاص لفئة الحيل، وأول كيلو متر ينقضي من مسافة الشوط، ونتجه إلى المراكز المتقدمة الأولى. فرحة على المركز الأول، فرحة تعود ملكية فرحة لراشد بن علي بن دخيل المري على المركز الأول وفي مقدمة الشوط، تليها على المركز الثاني، وتتقدم من الجانب الآخر من تتقدم العنود لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، انضم لحمد بن مبارك الشهواني. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث هذه الغزيل لحسن بن حبتر بن سعيد بن حبتر المريخي على المركز الثالث. دور المركز الرابع، ومن تتقدم النواعس تعود ملكيتها لمتعب بن طالب بن محمد بن شفيع على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتواجد الزبارة لمحمد بن طالب بن عقيل النابت. ونقطتين في هذا اليوم لهذا الشعار، والبحث جاري عن حصد النقاط في هذا اليوم، عن النقطة الثالثة والرابعة والخامسة إن أمكن. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وما زالت مقدمة الشوط مع فرحة على المركز الأول لراشد بن علي بن دخيل المري، تحتل مقدمة الشوط وتسيطر على المقدمة، تسيطر عليها وتسيطر على المركز الأول، بينما المضايقة لها في هذه اللحظات من قبل العنود لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، حاصل على نقطة العنود في السباق الماضي بدون أي تعليمات. هيا تنطلق في هذا اليوم مع ممثل الدوحة الدائم، ومع أخطر من أخطر المضمرين بمبارك حمد بن مبارك الشهواني، مضمر اليرموك من حصلت على سيف سمو الأمير الوالد في الموسم الماضي، مضمر السيوف، مضمر الكؤوس، متواجد مع المركز الثاني حمد بن مبارك بن ناصر الشايق الشهواني. نار على علم في عالم التضمير بمبارك، الله يوفقك ويوفق اخوانك المضمرين المتواجدين معك في هذا الشوط. المركز الثالث الغزيل، حسن بن حبتر بن سعيد مريخي، ايضا اسم قوي في عالم التضمير، وشعار مضمر القرن اراه يتقدم. مضمر القرن قرن كامل هو مضمر هذا الشعار، فيصل بن طالب بن شريم شعاره، بينما التقدم في هذه اللحظات مع النواعس لشقيق فيصل متعب بن طالب بن شريم او متعب بن طالب بن شفيع، تتسلل في هذه اللحظات الى المركز الاول لتتقدم وتسحب البساط من تحت خف المشاركات. هذه غيرت النواعس الى المركز الاول وخطفت المركز الاول في هذه اللحظات. اليوم تحلو المنافسة في هذا الشوط مع عمالقة التضمير، عمالقة التضمير والشعارات العملاقة التي صالت وجالت في الأشواط الحساسة وفي دول الخليج في هذا الميدان وفي كل ميادين دول الخليج. نجد لهذه الشعارات أيضا ثقلها، ونجد لها جماهيريتها، ونجد لها أيضا كفتها التي ترجح بالموازين وبالميزان. هذه نواعس على المركز الأول، يا ما صال وجال هذا الشعار، يا ما صال وجال شعار نواعس متعب بن طالب بن محمد بن شفيع في المراكز الأولى وفي الأشواط الحساسة. المركز الثاني أيضا شعار له وزنه في كل ميدان، هذه العنود لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. وعلى المركز الثالث، المركز الثالث هنا التقدم من قبل، شكرا لمخرجنا على المتابعة، فرحة على المركز الثالث راشد بن علي بن دخيل المري، وهنا تتقدم على المركز الرابع الزبارة، خذت المركز الثالث، تقدمت وخذت المركز الثالث وتقدمها ملحوظ. هذه الزبارة
لمحمد بن طالب بن عقيل النابت، يتابعها حمد بن محمد بن عقيل على المركز الثالث. المركز الرابع هنا التقدم من فرحة، بينما المركز الخامس أول نداء لسلاطين، مرحبا بسلاطين وبهذا الشعار وبهذا الاسم. سلاطين مملوكة لحمد بن سليمان بن حمد بن حمد بن جبرين، يتابعها سعيد بن هديبان في التضمير. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. كيلوين كيلوين وبنقول الناموس، كيلوين وبنهني الفائز في هذا الشوط. هذه النويعس ترقص على أرضية الميدان، يا سلام الله. بدأ المضمرين في النظر إلى الأجهزة، في تشغيل الأجهزة والتأكد من صلاحيتها. بدأوا التأكد من فتح الأجهزة من هذا المكان، من هذا الموقع. المركز الثاني الزبارة تتقدم أيها الأعزاء لتخطف المركز الثاني لمحمد بن طالب بن عقيل النابت. المركز الثالث هنا العنود عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي ومتابعة حمد بن مبارك الشهواني لها. الغزيل تتسلل، تتحرك الفرحة، تتحرك فرحة وتعود ملكيتها لراشد بن علي بن تخيل. سلاطين خذت المركز الثالث في هذه اللحظات. سلاطين، وارصد يا أحمد السادة ويا محمد فيضي، ارصدوا لي حملة الرقم 21 الزبارة والشعار المبتكر يصل على المركز الرابع في هذه اللحظات أو على الخامس. حمد بن علي بن صالح بن جرحب المضمر المبتكر، مبتكر نظام الريس الحديث. شكرا يا المبتكر على الابتكارات، ونتمنى لك التوفيق في هذا الشوط. نتمنى لك التوفيق يا أبو علي والإخوانك المضمرين. هذه النتيجة يا الأعزاء يا الحفل الكريم. نعود والعود أحمد، 1200 متر يا مضمرين. والنويعس مع شعار بن شفيع على المركز الأول على صدارة الشوط. وصلت فرحة ووصلت سلاطين ووصلت الزبارة وانطلقت على المركز الخامس راهية لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. الكيلو متر الأخير والنويعس عصاها قوس، عصاها قوس. عبد الله بن طالب حتى هذه اللحظات لم يصدر الأوامر أبدا أبدا، انطلاقها ذاتي وتلقائي. المركز الثاني البحث عن النقطة الثالثة مع شعار بن عقيل في هذا الشوط وفي هذا اليوم في سن الكبار في سن الحيل. هذه الزبارة على المركز الثاني. المركز الثالث فرحة، فرحة وشعار بن تخيل على المركز الثالث. المركز الرابع سلاطين، وعلى المركز الخامس شعار سالم بن عنزان مع راهية. نعود إلى شعار بن عقيل وشعار بن شفيع في منافسة. اشتعل فتيلها في هذه اللحظات، اشتعل فتيل المنافسة على اختطاف المركز الأول. تتقدم الزبارة، تتحرك الزبارة، وتحركت العنود، وتحركت هنا النويعس. يا سلام الله، انطلقت الزبارة، انطلقت الزبارة إلى الريان هذا الشوط، إلى الريان. إن لم يكن للنويعس كلام آخر، وهنا دخول، هنا وصول. يا سلام، أول نداء لثمينة محمد بالفندي بن راشد المزروعي. يا سلام يا الحيل، النويعس النويعس وشعار بن شفيع أبناء الريان حاضرين مع هذا الشعار اليوم مع شعار بن شفيع عبد الله بن طالب بن شفيع. يا سلام، سلام يا النواعي، السلام، سلام يا الريان، سلام على هذا الفوز المستحق ومشكور يا لهم بن طالب على المتابعة والتسيير، خبير لهم في التسيير. تهانينا والناموس على فوز النواعي بالمركز الأول لمتعب بن طالب، لمتعب بن عبد الله بن طالب، لمتعب بن طالب بن شفيع. تهانينا والناموس على فوز النواعس المركز الثاني. المركز الثاني الزبارة لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث ثيمينة لمحمد بن فندي بن راشد المزروعي. المركز الرابع، المركز الرابع الشروط لحمد بن عمير بن عرارة رمزان النعيمي. المركز الخامس مشرفة احتلت المركز الخامس لعبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. والنويعس تصل قاطعة مسافة الشوط في 9 دقائق 59 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمتعب بن طالب بن محمد بن شفيع، والتهاني للي يشوف يسيرها لهم بن شريم. تهانينا يا أبو طالب. المركز الثاني وصلت الزبارة.
فوتو فينش الزبارة، فوتو فينش مع ثمينة، ولكن واضح تقدم الزبارة. تهانينا لمالك الزبارة، 10 دقائق بدون ثواني، 40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الزبارة محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. المركز الثالث ثمينة، وقطعت المسافة في 10 دقائق نفس التوقيت دون أي ثواني، 42 جزء من الثانية. تهانينا لمالك ثمينة محمد بن فندي بن راشد المزروعي، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.